الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، هو درسي صور من حياة الصحابة وبعد رمضان دقوا بالعرانية وأنا صحابي صدري الكوار صحابي جمانته وجعفر ابن أبي طالب. كنت تعريف السؤال تعي هدي أي شرطة تعي إن ما أنت ولا دم إن نواك هدي كلام بعد كان بيشتاقين إن شاء الله. لقد رأيت جعفرا في الجنة له جناحان مدرجان بالدماء وهو مصبوغ القوادم. نبي يقول هل جعفر بان جنتك واركي يسوع الله وجربوت وديب له وراد كي سنة ومكا وديك يوم مديك وكسر ونمن ضلنا كلمة دا قرد ليري إفا فهتي. كان في بني عبد مناف خمسة رجال يشبهون رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الشبه، حتى إن ضعاف البصر كثيرا ما كانوا يخلطون بين النبي وبينهم. ربني عبدنا مناف وحاجري شن قفوط النبي قوك كان شو زائدة حتى قفك أرجي سؤال حب النيل يسجدر مجري نبي يقال لاس سنتا قفوت قفك هدوس أن أرجي سؤال بحق بدني مركو ميت كمي دو أركو يحب موذي من نبي أكي شن نبي أبو أكي. ولا ريب في أنك تود أن تعرف هؤلاء الخمسة الذين يشبهون نبيك عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم مع شك كجرين وأزكى السلام مع شك كجرين. قفك درس قد لي سنة وإن أدعشه بليه إن أذكرتيد شنطة نبيغا وأكيد نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول نبيغا شنطة وأكيد كنت يقف أوحي سينة قروا ينقون كرام. فتعال نتعرف عليهم بل نتعرف عليهم بل الآن دول اشتاقنا وحكبرهم. إنهم وحيكليهم كو أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب نبيغا أبو أكيد وهو ابن عمي الرسول صلى الله عليه وسلم رسول كينا ذير كينا وها وأخوه من الرضاع ولا كينا وها حق النجمال يكول أبو بي لكن إنك أبوه رواكه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب لبو وقثم بن العباس ابن عبد المطلب وهو عم وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قثم وين عباس اسنا نبي نادر كي وه نبي ابو ابو شبيه جي صدح. والسائب بن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم جد الامام الشافعي رضي الله عنه سائب وين عبيدها وانا نيك الى الامام الشافعي او وهي وي امام الشافعي او وهي وها اسنا ابو اكا أفر. والحسن بن علي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي والنبي أبوها وعلي بن أبي طالب بعد علي وفاطمة والكيد. وكان أشد الخمسة شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم إساق أبو ستي شنطة إساق النبي أبو ويتع مرك حسن بن علي أي فاطمة إلا الشيء وعلي بن أبي طالب الكيساءها والنبي بأبوها وها شنطة استجاب لجا سعي لجا سعي كريم بقى كشنات. وجعفر بن أبي طالب هي نيكا سحابي ما أنت عنه تاريخ سلمنا ولا نضمن وهو أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأنا علي بن أبي طالب هي جعفر بن أبي طالب وهذا الشاب أمير المؤمنين ولكي يعني علي علي بن أبي طالب شنطة مكة تدين ويديو شاك تدين ويراد الذين كانوا يشبهونا
ويشبهون يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوراثة تبع شيء أي كان أشد شبها به دين الولاية وكاشب بطنانا محل هذا الحسن بن علي. فتعال نقص عليك صورا من حياة جعفر رضي الله عنه وأرضاه الدرة إن كان أنه مركة أنه كاي هذا وحلا حرير أن الله شيء جعفر بن أبي طالب جعفر مركة كما هذا كان أبو طالب على الرغم من سمو شرفه في قريش وعلو من منزلته في قومه أبو طالب إنك صورها من شرف وين كله هذا الأسر الرئيسة مركة قريش لبجوه منزلة إيا مكانة كله إنك صورها هذانا رقيق الحال كثير العيال وعنين فقيرة عيال كسولي بدين يعني قفكو على قبل إنه إلهي وجهها سي أو معركتي أو منزلة سي أو مكانة سي أو ربكو أضيه النقطة لكن مالك لا لقاه يستيو أولاد دي سنعاد بيو بطنيك كانت سنحب لكم الجريد. وقد ازداد حاله سوءا على سوء بسبب تلك السنة المدبة التي نزلت بقريش فأهلكت الزرع والضرع ويكسي ارتحال دي سمكة مركي قريش أي كنت من السنة دي أبارت أهي أهلون تحباء أن الأرهين ما أردتها هذين نقولنا هدالك إيو إيو وحال لوحي مركا إذا قانين حوالاه انتو بابا بين نقدر وحملت الناس على أن يأكلوا العظام البالية وضدك قرار تعتمد وحدك كوب حسين عون الله فما كان الله فهد اليومين مركا بمكي سهربا كانت حوالي نقول جرين عيال كي سرعات بدنيهين هذانا أي أبار تيميد هذا هو دريم كرتا هالكا مركا نفكوه إلى مركا شوق داري نيكا لغو مركا عبا بطار ولم يكن في بيت هاشم أو في بيت لو ولم يكن في بني هاشم يومئذ أيسر من محمد عبد الله من عمه العباس هذا بقى بني هاشم مركا ديب لغو الله بطو إذ مركا حوالا كنوعا ما حالات مركي تاقين تهدى قالها إذ مركا كيالا هيد ما ينجيل النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس مركا النبي صلى الله عليه وسلم مركا كان مركا ولي النبي ماها لكن وقت قاس للجوغو قرب بني هاشم مركا ديب لغو الله بطو قالها هو ده يوحجيب كودة كجرة إذا أقول لها أما أنت الذي كره ويقول لنين حاجة قالها وهوها نبي محمد إيوه أذيرك وها العباس فقال محمد للعباس هو هذا دينه نبي قال وحكوه العباس يا عم أذيره إن أخاك أبا طالب كثير العيال ولا الكأب طالب عيال كيشو البدين وقد أصاب الناس ما ترى من شدة القحط ومضض الجوع وأنا أركي صدت كما أنت وحكومي وأبار درنا إيه ومضض الجوع إيه قاجة آجل وحن الجسي هذا الكتمين فانطلق بنا إليه إن كان أبناء حتى نحمل عنه بعض عياله مركسي أنه أن على الأقل أنه كرحم بارنو يالكي سقار كمدا يالك أن كاكسوك حيصن فأخذ أنا فتى من بنيه وتأخذ أنت في آخر فنكفيهما عنه أدور من لتك أو من ذا لتك إنك محكا كافي لانا إن هل كامح كتاكت فقال العباس عباس مكي ودقي السهن دي سهن نبي محمد صلى الله عليه وسلم عقل لقد دعوت إلى خير وحضرت على خير محمد الخير ما ديقو يرتي وحضرت على بر صمفلنا وديقو بوري سيبيني يعني أنا فكر كانوا ماشي سود عيد إن ولا الكي ما أنت عليك كهي لا يكال يري وأي تاي لابد أن أنا رأي تاي أنت إنك أقول لغن لحكا بقال أمرك تاي أنت غيرك أردن فقال ثم انطلق حتى أتى أبا طالب وإسرع إلى أبو طالب وقاتل فقال له إن نريد أن نخفف عنك بعض ما تحمله من عبء عيالي حتى ينكشف هذا الضر الذي مس الناس وإلا هل نعي عرمنا إن مكافض إن عريس كان حق عيالك كاهيستا إلا ما كان يبعتد أن ما أنت جلتا يكفيد ميسو إلا أبارت اللي يقول بيو أما نوعا ما أدوه إلا هيك عندها الحسو قلندون عيالك عرمنا إن كاكا لفضل فقال لهما إذا تركتما لي عقيلا فاصنع ما شئتما أظن مكة أبو طالب مكة الأربع من يقول عقيل هداد إيد ديسان أنت كما حضنت كيالا عقيل لكن كائر فأخذ محمد علي وضمه إليه نبي محمد روك حيسي علي بن أبي طالب
وأخذ العباس جعفر وجعله في عياله. عباس نوح ولا تجي جعفر عيال كيس كل أصلا الكمركة قصة حرمة إنك لا صعتان جعفر هكو كبيري وكبيري كويسكي العباس أوها أديكي. فلم نزل علي مع محمد حتى بعثه الله بدين الهدى والحق، فكان أول من آمن من الفتيان علي بن أبي طالب. نبي محمد يجوب إلا بعثني نبي محمد نبي نبي سعيك بالله بك هو العبا النقضبة لم يرد إنك يقوه الرماية وطنها. وظل جعفر مع عمه العباسي حتى شب وأسلم واستغنى عنه. جعفر نأميرك عباس بلا جوه إلا أو نبنا ليراك النقضي أو كإسلام كدبنا وسكفر لهذا وكذب طولا. مركا بداية القصة هل كان بكب العبت. انضم جعفر بن أبي طالب إلى ركب النور، هو زوجه أسماء بنت عميس منذ أول الطريق. جعفر بن أبي طالب وعقوص بيري نور كي سو سعودي إساقي يهواني دي سي أسماء مركي أول منذ أول إيش الطريق طريقة مركي بلوغيس يعني إسلام مركو بالله بني ذات كيو حياة حياة إلهي نورك أكو أرزق وأسلامه مركا لبضبا وحي نصيبه يا شيخ علي بن أبي طالب يقول النبي يقول جوبي إنه دائرته نيكا وهو رئيس الإسلام إنه نقول جعفرنا واتن إله سبحانه وتعالى قد رئيسي هواني سي أسماء بنت إيش عميس لبض من الإسلام. فقد أسلم على يدي الصديق رضي الله عنه قبل أن يدخل الرسول دار الأرقم وحي صابوها إلى إسلام أبو بكر رضي الله عنه. إسلام قول روحها أنتو سنبك أنو قلن داتي لهم على دار الأرقم من الأرقم يعني معنى هذه المرادة هبلوا في إسلام دار الأرقم قهر يعني معنى ما مكد يبوا إسلام مكد بحثوا أبلابتون أن دار الأرقم وحاي ربتي رنتي يو أشوكو أدنك أهي والنبي يسحبين يسعيد ومالك جيرين ويقال جيرين ولي حتى فريضة الصلاة وحنو رمو لما ينسود دقين مرحلة وحاي أهلي أهدي ظهرس. ولقي الفتى الهاشمي وزوجه الشابة من أذى قريش ونكالها ما لقيه المسلمون الأولون. ولك كان يرضى هاشمي أهوى جعفر يهواني ذي سيد ولد أن يرضى لوضى بوحى رنتي أي لكل من أبيدي كانت من قريش عذاب كيدي إلا من أنت مسلمين تكالوا أي لكل من مسلمين تكالوا لأنه ضدك كالأ يعني ضدك بلغة إسلام إنك بعد فتح المكة إسلام إسلام كيو قوت قوت يشوكت يشوك سكاد عينك لأشكم بيد ماهن مركوا المسلمين تكعملوا العباك ومجرين فركوا ترس بأي آية كيمال مرانا والأقاسن جرين وقوضا لقسول الجرين مرحلة مرحلة لكن مرة إسلام يقول أنتو يسوي أود يا شيء وحوالي يا شيء ودقالي يا شيء ونرب وباهي إنك سوى إسلام يسكو درجة ما إن إسلام هو كي تاقنت وضغطتك وحي أهندك يقول الرجل اللي أديده يشوكات فصبر على الأذى لأنهما كان يعلمان أن طريق الجنة مخروش بالأشواك محفوف بالمكاره ولكن الذي كان يغنسهما أو يغنسهما ينغسهما وينغس إخواتهما في الله أن قريشا كانت تحول دونهم ودون أداء شعائر الإسلام ويقرني بك إن أضل جنر الله مرأي أي تهميد إيه قد حبلا وما هاي مد مركة ورود أبح ركار بدأ أبح ودول يرماهي لكن أنا أهيد وضها قد حديث لها وحيث لو أغايين وضل أسوئين أي تهوضا إيه كحين دافسل وحال الله وحي نصر كهانش كهو يغايين لكن الذي كان الذي لكن الذي كان ينغصهما وينغص إخوتهما في الله وحلف رمجش كل قنري يتذكر ولا له هذا أن قريشا كانت تحول دون ودون أداء شعائر الإسلام. قريش بأهر تاقني وكعلين يسئين تكالان أما إن يصومان أما إرادة يقوتان وتحريمهم من أن يتذوقوا لذة العبادة وحين أديدي جرتي إن ننصران عبادة معان كذا فقد كانت تقف لهم في كل مرصد وضوى البن ويشتاقي جرتي وتحشي عليهم الأنفاس حتى يعني نفتك علم جرتو يعني معنى مكان مثلا تحشي عليهم الأنفاس قفك هودي سمكة حساب معنى نفتك علم يعني مال أي كن نستان بيوائيون ميل إلسان ديقان بيوائيون مال أي مكان تتكى حقيقة بالبادان لكن ويؤجهن يقول مسلم بغانا هاي إن أنسان وجودين ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولا فتن الذين من قبلهم
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وصلنا الى هي ويو جريسه لكن هدي على الاقل لو دين لها ان يسيحوا اليد وتو كذا هدي على الاقل لو دين لها سي اي ما عرفت اوغان الى هي شعائر دينك من بو كان ما كلام وقال عند ذلك استأذن جعفر بن ابي طالب رسول الله صلى الله وسلم عليه بان يهاجر مع زوجه ونفر من الصحابه الى الحبشه فأذن لهم وهو أسوان وهو أسوان حزين مركي حرض الناس على مرة يشوف أي جعفر نبي يقول هو جيستي السجي يزو جني سب يكحك وصحابة إن يهجروا ذا الحق أي حبشة نبي صلى الله عليه وسلم آد يا لغاتي رئيسا وغم رغيسا ورنتي أم جعلن جعفر إنه قرب كيسا وكبر فهبه وقراضي هذا ما نقاق فقد كان يعز عليه أن يرغم هؤلاء الأطهار الأبرار قد كان يعز عليه ان يرغم هؤلاء الاطهار الابرار على مفارقه ديارهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابو اتكام ان كردتك كان يو طاهرين تاه وبارين تاه ودم بيجيستين ان يجرين وحدي باتا ان لا ايمان جرمي الجريمه اين جلين ان اي كتاكان ديارك ولهالك اي مركب بربارك ومبارحتي مراجع طفولتهم هل كي كل عيال الجنين إيه وعياله إن ما أنت لقيت حي إيوه ما غاني شبابهم مكي هل كي مكي لن يرضى هايان ماله أي مكة لن يرمي من ذي كل شيء كيسن جنين دون ذنب جنوه يذو حد ذنب ينال الجنين إلا أنهم قالوا ربنا الله وحكر مع ربنا الله بيدا قفنا طبعا مكة ما يشى قفت ما يشى وكبر شو أو كبر باري وعيد إذا أبرتي ودك إذا أبرتي أو وكوها لطبرتي وماشى قف كرونتي أجي الجول مول أضمح بقى من كوهي سنفرها وإمريهين دي اللي بيلها دارتا الملكة اللي هو قولي وهو بعد كامسة قف مركة وحا أقوه إنه أقوه أما أقوه علس بعد دين الله مركة اللي يقتل وهي اللي بيلها ماشى على كقح تينا مركة وكوهات كي إنه جعفر مكة وإسوا أركي وأركو كوبر بارئة يمالو كل عيالي تينا اللي لما يساكو وكو كل ما يسيئني إلى الكقح وكوهات كي ولكنه لم يملك من القوة والحول ما يدفع به عنهم أذى قريش لكن النبي صلى الله عليه وسلم أودي حالة طانة فراح حكومها ينقل في مكة ذاتها وكجعل قف قصاص وكال قوما يقولها قح أو هكا دوكت كتك طبعا وانا سكد عين كتك لكن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كيرا مكة مجل المهم مضى ركب المهاجرين الأولين إلى أرض الحبشة دتك يقول الرئيب أيها المهاجرين تأها وحي آذين أرض الحبشة وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه جعفر بن طالب أيام مكة وحاوها إسيه وقانية وها حق مكة وانا تقام في النقندن إسبوكس ما كنينك أخيان كواه واستقروا في كنف النجاشي ملكها العادل الصالح هل كان وإيكو نقادين وإله سبحانه وتعالى وكو أسطر نينك النجاشية إلى لنتيسة أي إله سوى وقل بقر وحوارونتي عادلة ورونتي دينتي سنكرن الشريب وها نك عسائل إلهي بحيو فتذوقوا لأول مرة منذ أسلموا طعم الأمن مركي ورسي فهي لقب الله وقت الإسلام إن الأدميان فرت أمن بحوية واستمتع بحلاوة العبادة دون أن يعكر متعة عبادته معكر وعين كرة حيستير عبادة لدن كيدة معان يروح كقسيمة أنجلين أو يكدر صرف سعادته مكدر أما روح نوعا ما سعادة إكهلين عبادة إفرحة إكهلين وح مكة كقصة وككة للجميع يغيين هني بما شهدهم طبعا وحا أقول مهم سن عبادة نقولنا مكة الله وإني أبدير وإن جفتو أمني بحنتي وحياها أقول مهاكسن إن قفكو ماشي ودقيه آمن أنا محفاء مكبقي عدو أنا مكبقي وراء مكبقي ومركا ما كعبادة معنا إيه لنيس لكن مركا دطلو إقحكو الجيران وقوليه دطلو أن يسوسو دافي كيرينو ديقان ندي أن يسوسو بقام كيرينو قوكو حريتا ومدقاب كيرينو سوط دونا طلاب حلوتو كان كيرينو سوط دونا درسي أنو دقي سنك عبادة معنا غصم نيس عدو أغدت صدفت ومركي يقول الرسول إذا دميا معنى العبادة ومعنى الأمن ومركي تقين حكا إيه الحبش لكن قريش ما كادت تعلم برحيل هذا النفر من المسلمين إلى أرض الحبشة وتقف على ما نالوه في حمى مليكها من الطمأنينة على دينه والأمن على عقيدتهم حتى هبت تأتمر بهم لتقتلهم أو تسترجعهم إلى سن الكبير
قريش مركي أجاتي قرض المسلمين تاع إن الآذين حق أرض الحبشة وأي أجاتي إن حلكاس آدي الوسط ويلقوا بقر كان وإلالب وشي وأي حسلوني وهلين دين كل مكي أجاتي أم أمننا إن أهلين عقاب عباد المكي وعقيدة المكي أجاتي بروح عبد الله إن مؤامرة ملك المكي مؤامرة إن ذكر الله عليه أما إن وسع لي حبسي قوينا حبسي قوينا ومكة لو حبس وين نقف هذا وقت يدون تأذى كيري كيري واحد دون تأذى العلمي كيري سعد دون تأذى وتكون كيري حبس وين ما كنت فلنترك الحديث لأم سلمة رضي الله عنها اللي تروي لنا الخبر كما رأته عيناها وسمعته أذناها هذا كما نبدأ إن أم سلمة وحاسكي سيأهي سيأي خبرك أنه هو بدو وحي يندهب أركان بجهد من المقلان قالت أم سلمة أم سلمة إنه ورحمة سمر لما نزلنا أرض الحبشة لقينا فيها خير جوار نورك حبشة ما كأنه تقني وحمالك أقولك ولن يدرس ونكسل فأمنا على ديننا دين كينا أمان أهلي وعبدنا الله ربنا من غير أن نؤذى أو نسمع شيء نكرهه إلهي إنها كان سؤال كعب إن إيرا إن أنا لدي بينين أوح نديبنا أما أن كهنا إن المقلين فلما بدأ ذلك قريشا قريش ما كوكا عشي ذاتك ونوعا ما الحمد لله إلهي با قلقوا ذاك قليل وإن كرستان يبكي نكبح مركي نقلان ائتمرت بنا وينوشر الشرب النوملي فأرسلت إلى النجاشي رجلين جلدين من رجالهما نجاشي حجرا لمن نعاجد حبرا الرجل هما لوضن إلى قطر الدري وحكى لأحيان عمر بن عاص كو يا عبد الله بن أبي ربيعة وبعثت معهما بهدايا كثيرة للنجاشي وعين الله الدري الهديوين آجل تربضا ونجاشي لو ترك إيوان بطارقته ولبا طارقته إيا ضدك رجل دينك وضدك علماء لأن ما دام مملكة مملكة ديني وهاي ضدك كهر رسم حي ولا ددي ودينك انتبه حالات الحديد أو مما كانوا يستطرفون من أرض الحجاز أو أهدي لها أي جعلايان وضع وضوح حاجة عشاء وضع كامك على الطلب ويكون في عين صون كساسة وضنك كوب كساسة وضنك سريبا لايكين وتند قرابة ما بفرسنا ضد ليس أرض الحجاز وحيا راه ضدك يكبت البلان وهديينك الرجالينك وحا أقوان أكسن بالواقع ثم أوصتهما بأن يدفع إلى كل بطريق هديته قبل أن يكلم ملك الحبشة في أمرنا ما كاسي حراد الضاروي لهذه ننك الساء ولاد هرد هديدي سقعان تلقلية كهر إنت إذا الله لنا بقر كحبشة وأن جاشي إنت إذا أفضل وكالا فورنا هرد لما كان لالوشة وإنه نبقى حواقع أفضل عمانه في الشوكة اللي قو نبقى أفضل حلوك اللي جاب حلوك اللي فلما قدم الحبشة تلقي بطريقة النجاشي مركي أي حبشة تقال بروح اللقو المن نمكي علماء لها ودفع إلى كل بطريق هديته وذات البنا انت سير اياك عند اللوغري الهدية دي فلم يبقى أحد منهم إلا أهدي إليه وقال قف صهر قف مكي عند اللوغري بحكول هذين طبعا لو ده تنويشة باي وقتا إلهي دفتي كما هدية بحنا يجعل معها مكي نوع بهدية اللي يكون سيبرع لهذين إنه قد حل في أرض الملك غلمان من سفهائنا روك بقر كوحاسو دقي إلما يرقوه يوم كستأه يعني المرأة عقلي عن هاي صبأوا عن دين آبائهم أجدادهم ضبك أي شوي دين كأبيوب أو ياشر وفرقوا كلمة قومهم تلكوا ذوائك للجبيان وكلمة ذلك للطاديين فإذا كلمنا الملك في أمره فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا دون أن يسلم عن دينهم بغر كانوا كل كراهد الضونا ما كان بغر كراهد الله إذن كان لترياشي ساتيين وحبط المنطقة وخط الأغان نما كان نما كان قعدت أقلية لكن وقارمة وانتم سؤال ويتين أنا الدين كان هاي ستان محاتين يبل محات سكو هاي ساني سؤال هم هنوفا فورن عقبين هدي أرنك الله ففورم يعني هذا كوفا ذي حبايا خير دون أن يسألهم يسمعوا ويتين فإن أشراف قومهم أبصر بهم وعلى ما يعتقدون محايا لك وضياشوا له تركا يكسوا الديلان ضدك وضياشوا أياك رنتي كجراب بطن وكعقل بطن كان أبوه اعتقاد الله المركب
dadka waa dad loo taliya, ma iyagu taliyaan ma, waa dad runtii brainwash lagu sameeyey oo lamaan duufsaday, waa in la soo celiyo. فقال البطارقة نعم لأن ولد بحل السيول بحيث أن أوكي واحد. قالت أم سلمة وحيت المر ولم يكن هناك شيء أكره لعمر وصاحبه من أن يستدي النجاشي أحدا منه. أسمع كلام لو هذه من الصدر عمر إيو عبد الله بن الربيع وح أي كنع بناي المجري إنو النجاشي إنو إنو مكا النجاشي إنو يرأو ومكا إنو تقيسون إنت سيسك إلى المر يعني واحد سهل ما إني رابط لكن واحد كلي يكدي من واحد هاي إنه نجاشي لا نمك إيه كان عن مقلع أرتم حارب ويسان ثم أتى النجاشي وقدم إليه الهدايا نجاشي هذا أبتك ما كسه دي دي سنقصية فاستطرفها وعجب بها أد برونتي ولا معي هو نجعل هذا هدية دي لأن واحد يدخل في الصحر ثم كلمه فقال مكاسي لحظة وحال عمر يسعد عبد الله بن أبي جهدة مكاسي يقول هذا أيها الملك بقرب إنه قد آوى إلى مملكتك طائفة من أشرار غلماننا وحب قلت يا أسر الضمر أيمن كوح أو كو شرط بلانا أو عيال كينا فقد جاءوا بدين لا نعرفه نحن ولا أنتم وإلي ما دين دين إنك إذنك وإن نقول ففارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينكم دين كينا وكبحين كينا مسؤول قلن مركتانا ما هستان تينا مسيحية ما هستان وضد أحقون ما بيهين وقد بعثنا إليك أشراف قومهم من آبائهم وعمامهم وعشائرهم لتردهم إلينا وأنه يروح عن مصادر دقيب غيركة وأبياشورة وأديردورة وتلكورة مشك أولا وحكا ما هنا نسوع إيشت إن يقلوا إيه وهو علم الناس ما أحدثوه من فتنة يقلوا أن قرى شعوب يعني وضياشا يدك دلي هي أنا غير قانوا حيلي ما نفرنا فرنتو دي قد السنة فنظر النجاشي إلى بطارقتي نجاشي وحسائي له الراعي ننكي وذا يكوهر رسنا فقال البطارقة رجي بحض الله ونمن من عراش الله سبحي صدق أيها الملك بك بالله رم بشيء لبنا لبنا قضي فإن قوم أبصر بهم وعلم ما صنعوا ركوا لنا كرنا قال ضحى إليه مالين فردهم إليهم لي يروا رأيهم فيهم وعلم وحكي لنا كي يدك فغضب الملك غضبا شديدا من كلام طالبته لكن نجاشي ان عادل وهاي اد بغعراضي هذا لك ايرادين لمن كان ولا دلع فقالوا فلا لا والله والله سندعين بي لا اسلمهم لاحد حتى ادعوهم عدنا نجي الى مجلس الا مغيرا واسالهم عما نسب اليهم وان كور يستر وحى الله انين ولي وحاب القران فان كانوا كما يقول هذان الرجلان اسلمتهم لهما هذه لا بد أن يوحى إليه أن يسحتها أنا كعنتها نجليني وإن كان على غير ذلك ويجي لقشي لي هدان يسح حينا حميتهم إلى ليا وأحسنت من جوارهم ما جاوروني درس بوذن وان هيا جليا سي وناكسن أي ما كان يقول درس بوذن وان هكذا يقول الجوم دون أما جوارهم ما جاوروني يعني يا لنتو ذنا والمراجين دون أنت إلى مكة إلى دكين هذا كما قالت أم السلام عند سبحته ثم أرسل النجاشي يدعون للقائنا كذب فريم ونوص ودر بقر كي نجاشي وإن لي هاي هاي مالي جعفر إيه ومسلم إيه صحابة إيه والله يرد فاجتمعنا قبل الذهاب إليه وقال بعضنا لبعض إنت أنت كهر وأن شرق هذا النبي كدي واحد سنري إن الملك سيسألكم عن دينكم فاصدعوا ما تؤمنون به بقر كله ودين دون الدين كان دين كنا وحين عدست وحد أميزتين عدست وليتكلم عنكم جعفر بن أبي طالب ولا يكلم أحد غيره جعفرنا هيدين الله فين هيدين نقول قف كلا يعني حد قال دون مسلم وحيتين ثم ذهبنا إلى النجاشي فوجدناه قد دعا بطريقته نجاشي من حقي سقرا من تقني كدي بحر معرني إن بطريقة الله يرد نمت ولا دلها فجلس عن يمين وعن شمال ملك بلبل يا كفر السن وقد لبسوا طيالستهم واعتمروا قلانسهم يبقوا حرتي ركوا لعقارنا بحرتين يبقوا فيديو أي حرنجل ولا دلها ونشروا كتبا بين أيديهم كتبتوا لما يشعر بجد
ووجدنا عنده عمر بن عاص وعبد الله بن ابي ربيعه وحكروا اجوا لبادي نين اي قريش يصود ستي اني معليا ان هلك سيف الايام عمر اليو عبد الله هلك سيف الايام. فلما استقر بنا المجلس التفت الينا النجاشي مكي انهنا عن المصر كما قدرنا وهلك ان كسبنا اني ايام نيكي نجاشي اها اي لك انا ساوصل لك الصدق. وقال مكي سؤال سؤال شاب الله بانس ما هذا الدين الذي استحدثتموه بأنفسكم وفارقتم بسبع دين قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في أي دين من أهل هذه الملل. معي هذه الدين كان إنك الله تمادان وعليك سود الرسال وعاد كفار أطلان راركي تركيا كسو الجيتين وأيضا دين كي ينقلين ولا دين ديمه ما أنت الجرائي حتى ما ينقلين دين كان هل كان مركب مرسى فتقدم منه جعفر بن ابي طالب وقال جعفر او مركب لا دورتي انه افهيان ام نقضاه ضد المسلمين تمرك يستاهل ايها الملك بقرو كنا قوما اهل جاهليه انه مركب انه ارحم عن ضد جاهلين نعبد الاصنام وناكل الميتات اصنام تنو نعبد الجبن بغتيا ونعبد وناتي الفواحش ونقطع الارحام حي وضمنا من جن قرابه ونكون جن ونسيء الجواح ويأكل القوي منا الضعيف دنس كان والحمان جل نوع كان أبو دلانا وأو مركا وعون الجري أما أبو كوة مرتاق لين جري كان مركا ضعيف دا. وبقينا على ذلك صاصا نكون ورعين ونكدنا ورصاصا حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبة وصدقة وأمانات وعفافة إلى إله ابن القاس ودر الرسول أنو قرانا إن هلك وكسر الجلاء ترسيمه سا أنا قرأنا إن رونتيسا، أنا قرأنا إن أمانديسا، أنا قرأنا إن أوسلانتيسا. رصاص عمان. فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وعنا نوير إن إلهي كلي أن واحد نقو أم كلي أن عبدنا وهي أن عبد الجن إن يا أبو يوغين ولكحان يصنع بسجود جتنا فرحك ربحنا. وقد أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجواري. ويقول أن فري إن هذا كرر شجنو أن هذا جود النوع قرابة خير النوع درس كنا من الجن والكف عن المحارم وحقن الدماء ويقرأ النوشة أن فري إن نسك إلى نوح إلى عجنا يا شيسا إن بيجج إلى لنا ونهانا عن الفواحش وقول الزور حمي ظنه ونجر يا بإيبان إن نشجنو وأكل ما يتيم وقد في المحصنات هي حالها أبنت إن نعيو هوانك يوم الأوسن إن حمي كجنا إنت هم ونجر وأمرنا وحنا فالرسول كان أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا إلهي كل جينا نعبدنا فلا ولا جن وأن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان صلاة أن نؤتي الزكاة بحنا ورمضان صوم فصدقناه وآمنا به إنت وأن نقر ما إنا وأن مكة معركتي أن مكة إيمان كان مكة شكين واتبعناه على ما جاءنا به من عند الله وحنا لي من حق أنه لي منا ونقر عنه فحللنا ما حللنا وحرمنا ما حرم عليه وحلال كبيرين حلال بمقدم وحرام كبيرين حرام بمقدم. فما كان من قومنا أيها الملك إلا أن عدوا علينا بقروا ملكي انت عيد عليه تركان تركان تسول جنة تركي وحيرة دي وحكى ما يسمن ونوحد بالبيت فعذبونا أشد العذاب عذاب كان قدرنا وإنما يلون عذاب ليفتنون عن ديننا ويردون إلى عبادة الأوثان سي اي دين كان الله كفر نايام اي دين من النوع عليان إنا أصنام في مكان عبدنا. فلما ظلمونا قهرونا مكينا الظلميان وهو أمر تاقلايا وضيقوا علينا أي مال ومبنى عيرين مكا أي نقع عيرين وحالوا بيننا بين ديننا إن نقع الدين كيننا إن كلا رح قلان قلوا إذا خرجنا إلى بلادي توكا كان مكا أصوب حسن واخترناك على من سواك ذكا لن أضان كالدوران ورغبنا في جوارك أليه إن كل الدرس نقننا ونضم عليه ورجونا ألا نظلم عندك وحكوا الرجاء فقمنا إن أكثر أن نغض المن صارت إن كاتب طبعا أنت إن أسي قد بن طبعا قدرين بكرتا الناطق الرسمي للجماعة المؤمنة إنك أهض لي هذا في سوء كوبين ينور كبحية جعفر حلسي وحمنت سيدنا شكا مقاتل دينك نحوك بنتكين يسوغو
حالتي انت الاسلام كانوا بلاوين كهر روسي فيه وبعد الاسلام الروسي فيه ضدك اسايان هذا الكومن وعي لقاعد عن الهين وكنت المعمل رونتي فريمو لولوس نواء ودري مركي نجاشي ودقيسي ام سامح قالت ام سامح فالتفت النجاشي الى جعفر بن ابي طالب وقال طبعا نقدر ننسى لماها انت جعفر ساوي قلت له هل معك شيء مما جاءكم به نبيكم عن الله؟ نبي نحو كان من ضمن الله هو معناه وح ونبي الى ليم وحق الله وكك انا ما هي سام ها عداني قال نعم ها قال يريد فقرأه عليه هذا يقول الاقر فقرأ عليه ما كان شيء كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة لك ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا هذا سؤال قريب ومكي كافة يا عين سال هذا ويكون بالله باتي إليه سبحانه وتعالى إن حريص إلا الشاب وأن حريص أدونك زكريا مكيسي ضبا وقصوري إلهي أبري ربو لفي ويج العين مدري من هو عرايستي هذا كهر الولي كما أنا ننقوبين أليك بريضاضة هذه طبعا إله إله أرزق قف يرث مني ويرث يعني دين كي أبحلع هذه كداق ثم أتم صدرا من الصورة صورة أنت يدعون مني قالت أم سلمة فبكى النجاشي حتى تضل لحيته بالدموع يمكن النجاشي أو ينبوج الصدر إلا قرق صدن أي مكة وإلم لم تؤجرت وبكى أساقفة حتى بللوا كتبهم لمك اللي سؤال اللي شيء علماء الدين كأهان يون أوين بيلا بعان إلا كتب تريحتا أي مكة لم تؤجرت لما سمعوا من كلام الله مكة مغلب إلى هذا الكيس وهنا قال لنا النجاشي نجاشي مكة سؤاله ريبيت ومسلم إن هذا الذي جاء به نبيكم والذي جاء به عيسى كالنبي أوليم يو الدين تنا مسيحي أو عيسى رسول كنوية الدين تأو إنوية الدين تأو ليم لا يخرج من مشكات واحد حال الماء بك صورة بها هذا ريسا ثم التفت إلى عمل وصاحبه وقال لهم لبدي من لصدري جواسيس تأها والسعودي إن يمكن كان عليان بنتو صوم السعودي كل انطلق فحب انطلق فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا والله أنا نبي دين البحر هذا كي مكة ماشى أمر له قالت أم سلمة هيكل فلما خرجنا من عند النجاشي مكة ماشى كصوب محن يمكن إلى وي جبان هو ماشى أمية توعدنا عمرو بن العاص وقال لي صاحبي هو مكة عن جواد من غبلة ولك عمرها مكة سوف يقول والله لآتين الملك غدا قريبا قصر الله بني أبو اسمه بيبي بقرة ولأذكرن له من أمره ما يملأ صدره غيظا منهم وحن أشيك دوانا بقرك وح قلبي سعر كبوهية ويشحن فؤاده كرها لهم يجنا نعسية ولا أحملنه على أن يستأصله من جذوره محن قبحين دوانا إنه يضرب دار قوله وأن تسل دوانا بالرب الناط إنت وكوكاً يوهي بحسيري حاجة المفردات دي الله الشيخ وما شاديه لو كوكاً حيني بحق الله بحي أنها ينكاشي فقال له عبد الله بن ابي رباح لا تفعل عبد الله بكرنا ما عمرو يسوي حق جروه غلط من عبد الله بن القاتل عبد الله بن لا تفعل يا عمرو اني محاصم فانه من ذوي قربانا وان كانوا قد خالفونا هبنا خلافين لكن واطل وضد حكتاه وضد مضاد لنا انت بالحوار نقل الى فقال له عمرو دع عنك هذا روح عنك دابا شكرا سيدي قرابتي او شمطان والله لأخبرنه بما يزلزل أقدامه وأن سيجي بوح مركب ملك لجرينية والله لا أقول لنا له إنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد وحبو شيء قدرنا إن عيسى كأن يسيهن إليه عيسى وأدونك إلهي أنت أسمك وعير اللي هو مزليه نجاشي هضوم مغلى عيسى وعبد وأدون إنه فرقة طوران دونا أنت أسمك هيا فراها كلي وكاي وليه فراها اللي كاي قد حين دونا وليه وإنت ممكن فلما كان الغدو صبح مكة الجارب دخل عمرو على النجاشي عمرو الصعراء النجاشي وقال له أيها الملك بقرب إن هؤلاء الذين أويتهم وحميتهم كونا تصدنا طيرت إلى على رسيسي ماشن أدنى الجلية رسيسي أدنى الجلية رسيسي يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما
عيسى وحي كان يسيه وحاد يدوينه سهلاني فأرسل إليهم وسلم عما يقولونه فيه بل انت دو عدرت بل كوريس. فقالت أم سلمة حيث قال أم سلمة فلما عرفنا ذلك مركي أرن كان وقالني وفرحنا لك كان لقرحيو نزل بنا من الهم والغم ما لم نتعرض لمثل قط مروب يغم وحين ولقين أركي ما نوين. وقال بعضنا لبعض مكاسان سوري صنو سنري ماذا تقولون في عيسى بن مريم اذا سالكم عنه الملك هدي بغرك ان ورثته وعيسى ان كورث حدك جوابي دونتا. فقلنا والله لا نقول فيه الا ما قال الله والله اله ما قلنا على نبينا انت الهي وكي امرنا لنا ولا نخرج في امري قيد انملا ان ير وحين تعلق حتى مالو كما تقابل عما جاء نبي نبيه انتو النبي ما شغال لنا وليكن بسبب ذلك ما يكون وحي كدعي له كدعي هذا الدين با لنوشي إلهي حوش نوشي رسولك وحي نوشي انت الدين تاي نوشي كل ما نوشي قلنا ما يشي نرى تكتب أنا لا تكتب. فلما دعانا ثم اتفقنا على أن يتولى الكلام عنا جعفر بن أبي طالب أيضا هذا نوح على جعفر مارك الولي ألا أفهم كيئة ألا أقول لي سنة حوشا. فلما دعانا النجاشي جاشي مركو النوير دخلنا عليه ونطقني فوجدنا عنده بطارقة على الهيئة التي رأيناه عليها من قبل نمكي ولا دولة أو سي مركي كواد ولفري سنة إنه أو كلا يوفر ديو ملكي قرب بلحو بقفر ديو كتب تونا مركا هكا كو كلا بحصلي أي مطقني وجدنا عنده عمر بن عاص وصاحبه عمر هو مبهر يا ماشي وأن إن لصوت بصري صوما هكا صوفر ديا عبد الله وقرفر ديا. فلما صلنا بين يديه بادرنا بقوله ما كان بقر كوتن بقر ما كان مركي تيبو كسي كلا إلا والله صوش ذي مركي وحنا راح كنا ماذا تقولون في عيسى بن مريم وعيسى بن حسكل لي ما شيء. قال جعفر بن أبي طالب الجواب قال إنما نقول فيه ما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم والنبي قال ولي من أم عبدالله. فقال النجاشي وما الذي يقوله فيه والنبي يقول لك ليه. فأجاب جعفر جعفر بجواب يقول عنه ليه النبي إنه عيسى عبد الله وأدون إلهي ورسوله وفرنس عيسى وروحه إله روح عيسى وكلمته وكلمتي التي ألقاها إلى مريم وإلهي مريم أسور ذي العذراء البتول أولي يد أنبوسا. فما أن سمع النجاشي قول جعفر حتى ضرب بيده الأرض مركي النجاشي وبقر كأم بلي هذلك جعفر جوابت به وقعد روك ورفت مركزي والله ما خرج عيسى بن مريم عما جاء به نبيكم مقدار شعر إلى ما قدرت به والنبي إن أليم وقصاب صنع عيسى وعوكير وفي إن يتنت إنت عليك تا ما أردت يسون عيسى أن رأسا ورأس سنة إنت كما حسن عيسى لشيء وإنت وأدونك إلهي وإنت إنت وإنت إنت مركة نجاشي تي وهدنا مركة مر صحيح عيسى وسلم مركي ماشى مريسى فتناخرت البطارقة تناخر ومركي جنون عبلا قلت في جنون عام ومركو صنع كهدر ويجنون عام من حول النجاشي استنكار لما سمعوه منه يقول ديدا هذا كان ويري نجاشي ويكون ديدا لما بدين قلت ما أقرأ إني إلى عيسى وأدونك إليه ما أقرأ لأنه معي لمراحل حال مريا ديفينيتي أي كارين وهو إله مرحبا على مريا ترينيتي أو أسدح إله وإله وديو أقانيم تبدأ كان أتاقنت مركا حوايا وحي إب سلام أولي إن كان ضبا هندي كرام وقال من تعمل دي كرام إيه إلا تقيسا لكن حوايا قنون عبد الله. فقال بها وإن خرت ولي ما قنون عبد الله يعني كنت أقنته. ثم التفت وقال بها اذهبوا فأنتم آمنون بي هذا دقائق آمن باتي ما شاطون دقائق عبد مركز إلى من سبكم غرم ومن تعرض لكم عوقب في القفكي هنا في القادين والله خبصان دونا قف إلين بنبحة يسكت ضيئون من الحيالة يعني قابة سوري سبين مركة كان تيبا كان ضرن مركة روحة ما لها يسكت جوغ لكن مركة محل السيد وحال السيد ده كان هنشفولة يا لسي جنسية دي وصاصي كوالي هل كان ده قبل عد إن الله اللي كرتا قف إن الله اللي كرا أم فرد بسو تايكر مركة مركة ووالله يقول هل كي سيقوت إله ما قدرت ما أحب أن يكون لي جبل من ذهب وأن يصاب أحد منكم بسوء والله يعني أنت إنك يعني إن أنهلو
بور ذهب وحن كجعل هنا يبقى ينسو كارب يعني إنا ليكو بتبادانا كجعل هاي بيقول بور ذهب اللي يصير بتبادلين يا إيجوا نكسن بيقول هل كي إنك وحنا مكروح يلا ينسو كارب ثم نظر إلى عمل مصاحبه لو أن الجواسيس على صوت دري وصاين توم يسمع بيقول ردوا علي على هذين الرجلين هداياهم ورنما كان هديوي كان ما كان علي فلا حاجة لي بهما ضن كمان هي وحمان ضن الضباط دقي وحير ربان أفر كومي أو نوع ما أي السنباتية ما ودي أرسل بروح ربان إنه مض الكوه ناقة بروح علي قالت أم سلمة هذا سرحت فخرج عمرو وصاحبه مكسورين مقهورين يجران أديال الخيبة لمن كي غلاها عمر عبد الله يوحك كل جبي قرنتي قهر وسو جاري تي هدي دلنما اي تهمي دي اغو دريد يو جيري هكا كتير اما نحن صوما نجي دتي مسلمين تهر كجوي فقد اقمنا عند النجاشي بخير دار مع اكرم جار دار مال هنا كهذا ماشي هو نكسري ايجار للدرس نظام دتي هو نكسنا ايا الى سبحانه وتعالى لو قدر طبعا انت تان اين القول كان ان عفل رنتي دروس عجائب تيدله يا هكا كوجستا وميدو وحنا مودا واقع جعفر بن ابي طالب مكه لغا هذا كونتكست كاس تاريخي يعني انه نغسي جار ما خصي شيء بدك انا ما هجرك اما بايو كوبا جوكتا طبعا وحي لصوب بحين ودين كوري يو في الحلقه وحاي اسكو ديان اني لصوب صمت بحان ودين كوري وحي رادين المال امنه اني ما دام طبعا بعث في إيجا الصوص صاري إيكان وكالدونان كرايو إنه حلقة أمني الآن أمني هو لغاية من ديني إنو سنهي سن لكن متكي نرش إنو ما يشتو لغاية أبو جاب بلوكسي يهنقري إنو نسور كحي لغاية أبو دركة إيجانا كان لكن وقدم بي محمدو بسوء إيمان إن هذا ماله ضرفة إلا مودة دقلنا هاي ماله دب مسلمين أنا دقلين أما رول هذا ابن السيحين يدقين هكا صار نقول مش انك جعفر يكون تكسكود طبعا ندى كلام ماشي الغيق على نوحة تاي مسلمين دا ماشي اسوه تكتي هذا فكود هو عدايو دين كودا إن لب البادان باي إن لب البادان دين كودا ندى كلام ضد مركي أرنو أي تيمادو كودا الشورة وكودا تشتيع هاي مواقفتو دا بريم حمكي لدونا نجاشة دان نقول حمكي لدونا طبعا لكن دن يو كمجلين على وحول لدى معسين إن قالوا كأن هيساوي روي هاي مركي إن جا عن شور وين أنا أولا تشمون أنا أشكد بسنام وين أيام حرنا وحلو كأن سوق جار إن ذلك أوصار أنا شيء كذا بي وأنا لدى بجوجا مخابرات كذا بي عذب إن جديدا وأنا لو أقولان واي أولها إن أمتحن ذلك كان عدو كان وضرب لدى بتاعن لوان النضال الموضوع العرس قالك صوت ضبط دري لكن يوم تولى وما بحين وعو بحين وكلي واحد يسكت دفاع نهاية وحين كشقين ترتيب البيت من الداخل يجب حقا من كذا مدة كله وما شاء الله قال أنا حيتها إن ضدك إلى هاي ما كان الله الله يسيب الكتاب إلى هاي ليس سواء مغلى السنة جن جن ما هو من أهل كتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل الكتاب وحكو جلدات الكتاب إلى الكتاب كيس أقلنا يا أتكاني اسكو مدمع وعك الله يقاضنا يا عدنا عدلو عدالة دو إنا استاندر طاي عدالة دو شيء استاندر إلهي مركو عدالة دو يري عدالة يعني قد قصب معها عدالة دو قفك إنو مصم إنو قعب نقضو إلهي شيء استاندر وكان بيه ماشي عدالة دو جستاء إلهي سبحانه وتعالى سيقار وأمانة نينك نسول دي مسيحي لكن محاضو أمانة عدالة دي إلهي سبحانه وتعالى نجاشة طبعا قلاب بك إسلام ونوع من نوطا سمو إسلام والله الحمد وتي صلاة الجنازة على الغائب نبي كتك صلى الله عليه وسلم عدالة عجائب تيدالة قف قموم كمركة ولصوا بحسن كرا الدين كيسا ما يشو إسلام إلهي وكو عبودي كرتا عبادة وحالة قصور رادي من المسيحين إدقيه ما يشي كعبادة يقول تين عبادة مركة وكي وهي الكامركة وحب مقتا إلهي سبحانه وتعالى بقاعدة مهمة معها هلكم بكعبادة كتالي هل كان با مارتي قوتي سحابه كدو داي هل كان با مهمه وحا مهمه قف كان ماشي يله كو عبودي متى مال امن دلك كان مركه هلكا وهلكا اي دور بدان يمشي فرت كو في قدر وعقل الله قال انا مسلمين اسكو دونان تو وارد انت الله الشر اي وحل هي بان مثلا جعفر اكتب هذيك انا مره تلي
dadku inay yeeshaan madax iyo inay kala dambeyn ay yeeshaan oo qof lagu dabaqo ilaahay waxay ka mid tahay waxyaabaha wahdada iyo mulaatinimada iyo isku duubnaanta runtii kusoo kordhin kara. Waxaa kaloo laga qaadanaya dad juhala ma ahayn, dad diinkooda difaacan kari ahayn, dad hadli kari ahayn, laakiin annaga nin walba markuu intuu badako kusoo dhaco oo doon iska soo raaco iyadoo diin aanu u bilownay, aanu ilaahay subxaana watacaala aanu sugi karin haddii maanta lagula doodo oo salaadiisa markii laba su-aal laga weydiiyey aanu fahamsanayn baa innagana soo wada yacni contextkeen halkaasaan kala baxayna. Dadkan waa dad xulay ahaayeen fahamsan tashriic islaam kama noqon, laakiin maxay waxay tahay tegin almarxala almakiya almarxala almadaniya lama gaarin saa ay tahay haddana inta ilaahay uu baray ka turjumi karin. Waxaa kaloo laga qaadanaya haddana waxaan loo yaqaan alxiwaar, ninka kan aan muslimka ahayn inaad la doodi kartid, inaad qancin kartid, in aad diinkaaga bandhigin kartid. Shareecadan islaamkan cilmi badan kaama baahna, intaa yar qofkii karun sheegay ilaahay subxana wa tacala garabkiisa ku jira. Waxaa kaloo laga qaadanaya haddana dadkan arag markii loo hanjabo la yiri berriba faraha ugu dambeysa la gudbin doona layna naxariisan doona marka la yiri waxay ahayd inay intay baqaan yiraahdaan amana la dhiiba ama xooga maaragtay inuu wadaad intuu soo istaago wax isdabamariya iyo may diinteen waa qabtaa iyo xadiidkan daciifa muslimiinta iga wara meeshaa ma geli yiraahdeen annaga wixii ilaahay ina yiri oo ah wuxuu ciise ka sheeganu sheegi wuxuu rasuulkiina sidaa u gudbinayna ama mana sarifeen ama ha qaato ama yuusan qaadan hanala qarxdo masjidna hanagala dhacdo waqofka muminkiinta laga baahayo inta dhibka ina haystaa wuxuu yamaal intaanu nimid ayaan waxaan rabnaa marka aan u sheekeynayno qofka kale aan muslimka ahayn in aan wax kale u sheegno, innaga wax kale aan isku sheegno oo inaan ku hortukan karin. Oo gabadha markii la yidhaahdo xijaabka dhig ay tileedaa may maxaan ka yeelaa wadaadkii culays saaraysa meeshii ay nasadeedu culays saari lahayd, maxaan ka yeelaa mashaqadii ma wadi karay haddaan xijaabka dhigay, ee salaadii jimcaha laloo diiday wadaadku rabay inuu shaqo u yeelo isagu shaqada wuxuu rabaa inuu iska seexdo. War diinkii ilaahay saa maa, diinkii ilaahay waa maxay, waxaad qabtid caddayso, maxaa kuu diiday contracti markaas saxiis inaad ahdid anigu jimcaan leeya salaad jimca ayaa jirta way guurguurtaa, samarkan waqtigaasaa la tukadaa, winterkan waqtigaasaa la tukadaa, saacaddaabay marku noqon kartaa, haddaba contractigayga ama lacagtiiga goosta ama eryo idhahda waxaad ay tidhaahdaan shaqo kuuma hayn hadda ii sheeg, laakiin maruu contracti intuu soo saxiixay oo waxba uu gacanta kusoo duubay oo fasixiisii uu ka soo hadlay oo allowancy uu ka hadlay oo wixii mushaarkii loogu dari lahaa uu ka hadlay oo gurigu uu ka hadlay wax walba uu iskaad ka soo hadlay inta ugu dambeyso la sheekho maxaan ka yeela hadda salaad jimcada la ii diiday oo salaad jimcada miyaanan barnaamijkaaga ku jirin oo shanta salaad miyaanan barnaamijkaaga ku jirin gabadha xijaabkaaga soo barnaamijka ma jirin maad u sheegatid maxaa ani had ii xujeynaysa shaqay u yeelaysa yani macna waa maxay halkaa marka waxaa laga qaadanayaa qofka inta uu leeyahay anigu diinkayga waan ku kalsoonahay wixii ka imaan lahana ha ka yimaado cardigii jacfar arag ixtiraamka kama bixin nin masiixi maanta isku dulaynaya madi meesha soo istaagay magiciisa ugu yeeray ayuhalmalig buu yiri uga mahadnaqay soo dhaweyntii wixii loo galay oo wanaagana runtii abaalkeenii wixii oo dhanba halkaasuu ku xusay laakiin xaqiisu cadays innaga inta lamaga baawaa maxay munaafiqnimo lama rabo waxaa larabaa diinkaaga inuu ku cadyahay kan baa bannaan kanna bannaan anuu kan ma tago kanna waa tagay xafladan diinteeda ma ogolaatangosha waxaaga cadayso inay dadka kugu ixtiraamaan mooyaane diinma kugama imanayso amhilo fara badan aan bixinana runtii waynu soo martay meelo kala duwan. Waxaa kaloo adigu ogaanaysaa cadowgu kuma deynayo cadowgu isagay u taab shaqadiisa ninka mukhaabaraadka inuu shaqaysto warkaa ururiyo isagay u taab kan cadowga inuu kaa daba shaqey duwalka qaarkood maanta khunuuxa ku jira inay yidhaahdaan muslimiinta xagga tegay waa terrorist inay yidhaahdaan iyaga waa shaqa iyaga u taal aniga ima taal waxaa aniga ii yaal waxaan aan sheegay iyo waxaan aan qabana horta ilaahay subxana wa tacala maraadi geli taas waa muhiim diinteenna noo qabto in maaragtay dad la iska laayo diinteenna noo qabto in dad la dulmiyo diinta markay say tahay loo gudbiyo bilaa shak waa arkay ninka ku qancawo iyadoo ay joogaan niman bataariqa muxarifiina oo diinta bedelay oo aaminsan inuu ciise aanu ahayn cabdullaahi iyadoo ay taagan tahay baa ilaahay subxaana wa tacaala haddana xaqii meesha uu ku nuuriyay. Waxaa kaloo laga qaadanaya cadaaladdu cajaa'ibteeda leedahay najaashi halkaas qof muslim ahna waa agtiisa badbaada kuu taal qof muslimana inuu ku dulmiyaa laga yaabaa waxayna ka mid tahay runtii cajaa'ib hada diin diinka kan marka sida loo soo ururiyey runtii waa cajaa'ib. Waxaa kaloo haddana kaaga muuqata aqoonta jacfar uu leeyay nin qur-aankii yaqaan yaqaan sida loo soo daliishadu ahaa ilaahayna halkaa marka ku salaamay intaa markay marayso قضى جعفر بن أبي طالب هو زوجته في رحاب النجاشي 10 سنوات آمنين ومطمئنين. جعفر هي زوجتي سا وحي هالكاس نجاشي إلى جوجين طبعا صنو يوغا آمنة
حلقة كحسرة. وفي سنة سابعة الهجرة سنة اقتباض في جلد مكة الأجاري غادر بلاد الحبشة مع نفر من المسلمين وإكتجا لكي حبشة يغلق المسلمين متجهين إلى يثرب حق أي مدينة شو آدم ما كي جلد كواد الآل الحبشة بكه الرئيسي تي مدينة حق السؤال. فلما بلغوها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عابدا عائدا لتوه من خيبر ما كي صلى الله عليه وسلم وإي المدينة المنورة نبي مركز يحكيم خيبر الضيارة في خيبر سنة الضباط ودعي خيبر خيبر يا يهود من كي مكي ضيارة الوقادة نبي مركز صلى الله عليه وسلم طبعا اسمه أكيد وقام بعد أن فتح الله لهم مكي إلهي وصف فرق وخيبر كعانت الوصف لقيه أيو نبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكو صلى المدينة جعفر وطوان صانا كم نانا روكي وفي المدينة منورة ففرح بلقاء جعفر فرحا شديدا حتى قال نبي أب وفرح إن جعفر لكم مركز شهر ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا ما قرانا المدان أب وفرحا وعن كو فرحا أبي فاتي خيبر خيبر إنا فراني أم بقدوم جعفر أما جعفر إما جيس لوضع مركز نبي أب وكالبضل صلى الله عليه وسلم عليه فرحب هو إنه كرسه هو إذا خيبا إنه يسافر تام فرحبا آه إنه لقوا الماء أي ما أردته إن عذابك جعفر إنه فرحك ما كيان كفر حب ولم تكن فرحة المسلمين عامة والفقراء منهم خاصة بعودة جعفر بأقل من فرحة الرسول صلى الله عليه وسلم فرحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني المسلمين تفرح أي فرحان سجودها قاران ذلك فقراء سجارة أبو فرحان لبغاز جروب المسلمين تقدم إذا كيف قرر فرحد أي كفر حان كلن كأي لقول من إيه صلى الله عليه وسلم جعفر صلى الله عليه كما ينهو السين فرحد النبي صلى الله عليه وسلم وهي هاي محا كان إذا كمساكين تسجل إنه فرحان فقد كان جعفر شديدا حدب على الضعفاء كثير البر بينهم نيك جعفر ليه وقعها نين آدي الغطرة تدك الضعفاء آدي الوصل فلا حتى إنه كان يلقى بأب المساكين حتى واحد لو يري جري ولا هنا نسجل ابو المساكين بلدي جري مساكين تكون هين اخبر عنه ابو هريره كور رمي يقول فقال يقول كان خير الناس لنا معشر المساكين ابو هريره الا ابو هريره يقول لك مساكين تسعب الصفه تضبط جن النبي صلى الله عليه وسلم مسجد كي صدع كان هل كان كيف اللي جري لو بي اللي جري ابو هريره كل جري يقول هذا انا يقول لك مساكين تا ادب نقول لك سلاميك جعفر بن ابي طالب فقد كان يمضي بنا إلى بيته قلبي سنوك حينجل فيطعمنا ما يكون عنده وحقها سؤرا شنو نقوكو دينجل حتى إذا نفذ طعامه مركي لا شيك ونماضنا أخرج لنا العكة وفي نوسو ساري جري سبرار يرو وسبرار كالغشرة سبق الغشرة التي يوضع فيها السمن أو سبق الغشرة وليس فيها شيء يضحوك الجرم والنبي بجرم فمركز فيه فنشقها مركز سانتان وكلا فرنان ونعلق وما علق بداخلها مركز أن عرب كساء ولي في جنة وحقصة عربي الأهاب يعني وفي السماء النصية مركز أحد ما ظن والكساء ولي في جنة يعني وحوى هذا ما قوى هذا لم يطل مكث جعفر بن أبي طالب في المدينة لكن سأيتها طنف جعفر وطوان سنة المقنع مركز هكذا قصة الله أبتي مدينة أحبان كل سير راجل تاريخنا هو المصمم تهدار قصصتان ففي أوائل سنة الثامنة للهجرة سنة كي سديرات هجرة باللوجيسي جهز الرسول صلى الله وسلامه عليه جيشا نبي وتعيد الدياري لمنازلة الروم في بلاد الشام إن هلك دجال طلقروا نمك الرومان كدجان حق أي شام وخصوصا وأمر على الجيش زيد بن حارثة وحنا بندولا وكد يعيدا كدجال في الجلية نكبر مع زيد بن حارثة تاريخ مصامرته وتو نبي جيل هذا خصوصا إن قتل زيد زيد بقى أمير إلينا لكن هدي لديله أو صيبة أمو داوع وسوقار ها فالأمير ياكو حيقة جعفر من الطالب وطن إساق القولة جي فإن قتل جعفر أو صيب حديث جعفر لديله أم الله وحيا لا يو فالأمير ينقل يا عبد الله ابن رواح فإن قتل عبد الله ابن رواح هدي لديله أو صيب أم الله وحيا لا يو فليختل المسلمون لأنفسهم أميرا منهم إيه ماكا هردورتين إيه ماكا أمير ونقل هذا السلطان marka iyo markuu joogo dagaalkii uu ku soo beegmay oo iyo la aaday xagga ayr rum farama wasal muslimuna ila muuta dagaalku uu baxmay markii muuta la gaaro waa qaryo waaqi'a ala mashariq ash-sham fi al-urdun
الأردني oo ah tuulo yar oo iyadu dhacda ama magaalo yar oo dhacda halka laga dulaadka أردن يعني دولتك وحن كبار شام أردن ما شاء ما كي وجدوا أن الروم قد عدوها 100,000 هل كاوحا أصوب بحي نميك الرومان كإن الديار سدان بقل كن أعيدا كوذا تظاهر 100,000 أخرى من نصارى العرب من قلائل من قبائل لخ من وجودان وقضع وغيرها ويوضا مركا تاكوين ما أركتي أي كهيستان قبائل كلاو سوجرة لخم جذام قضاعة سوجر قضاعة سوجر ويقول قاري والنصارى دي عربتها أو قاري بقول كل إذا عيني كل يوم نقول مكة لا بقول 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 كون يجي يبقول كون أو تاجر وقت مدة نصارى دي عربتها هاي يهل كده جنا أو قبائل كي كلا لخم إيو قبيل قبيلة مع جذام إيو قبيلة مع قضاعة أنت الصواب بالصدق أما جيش المسلمين عيدا كان مكة للدرج أي قرن إيه جامين ينترنوا أمس فكانوا 3,000 سدح قوة سدح كن وربتين أبو بعد اكتهاء ربق وكن كم من فئة قليلة غلب فئة كثيرة بإذن الله وما أن التقى الجمعان ودارت رح المعركة مكي لبدي أيضا أي كور كسائل الصارين هو شيد مريه دقال كون سأوريلي حتى خر زيد ابن حارثة صريعا مقبلا غير مدبر نكي زيدة هالكا وتيل أقول لك دي وكشهيدي isagoo laakiin markuu shahiidayo maaha adoo dhaba ka jeedinaya maaha isagoo marka foolka saanyanka u saaray halkaas uu ku sheegay fama asraca doorki askar marka fama asraca an wathaba jacfar ibn abi talib can dahri farasin kana lahu shaqra markii wuxuu ka booday faraskii uu saarnaa ninka jacfar la leeyahay uma caqaraha bisayfi marka sarafkii faraskii saa u boqon gooyay halkaasuu marka kow kaga siiyay صوت محيطها مرة منه صار نقضه لكن هدوس صار نقض حتى لا ينتفع بها الأعداء ومن بعده سي عدو آنها وقف إليسا مركة فرس كاسو الشقراء أها ما أركتي إله سبحانه وتعالى بقدر إنه جعف مركة وإنه تكبه ذي ويري والله قال شيئنا على الفندوني وحمل الراية وأول في صفوف الروم وهو ينشي مركة سعالم كي بنديرات إنه تصال ضفي ونمك دح جباحي يسوى التحلي ستحي أو له يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد نقدنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إلا قيتها ضرابها وعيري جنة وناك سنين أو محيس وقواتي يضو آدي أدو قرح بضنتها شراب كيدو آدي أدو معايها لمن رومها عذاب كودا سود وادي فرهدي إليه كودا ولورين أو إله سبحانه وتعالى وقف وقادم أو ضد من بعيدة علي أنصابها وأنصابها علي ضد أن شقيس كلها أنها ما كفرنا من هي بيقول لكن وحى إسارة بيقول هذا الله كل ما إنا جود كسر تحلى إسارة وضع الدجال كي ما كان وظل يجول في صفوف الأعداء بسيفه ويصول حتى أصابت ضربة قطعت يمينه وعصاه ورحمة رئيسه وعلو نمبر نمبر الأبوذر أي إله وقدر جعنتي نجمة رفع السي فأخذ الراية بشمالي على في مصادة فما كان صلها لنا يعني أنت بيساء وقصد فما لبث أن أسابت أخرى قطع شمال مد كلا قط من هذا يعني أنت بيحبان قفت لهذا فأخذ الراية بصدره وعضديه مركز عالم قرن فقبتي لا بتي لا بدي سعود أو أنت صهرتي فما لبث أن أسابت ثالثة شطرت شطرين مثل الحرب على كتب السجن من الله قبل بعض غريب الله بقى يبضو كذا دورك أسكله فأخذ منه الراية الراية منه على كوحة كقاتل عبد الله ابن رواحة فما زال يقاتل حتى لحق بصاحبي إذن الضيال كوح وضبع لم يدي صاحب كذب التغيب أو إذن زيد يجعفر بالراعي سلح لها الكاسيك الشهيد نبقى صلى الله عليه وسلم مارك وطمام هبل 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 دورك وديه كره هبل با أنه وطمام صلى الله عليه وسلم نسي سون قندون بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وصلوات الله عليه مصرع قواده الثلاثة النبي يقول حسود قاري سد حديث أبان دولياري أو الدري إن هل كان يقول الدري شهيده فحزن عليهم أشد الحزن مروكتي يقول دري والنبي قال مرقي وأمضه وأمضه يقول حنون كبضني وانطلق إلى بيت ابن عمه جعفر بن أبي طالب مركز سوحو آلي قلي إن أذيركي جعفر فألفى زوجته أسماء بنت عميس تتأهب لاستقبال زوجها الغائب ألقى وحوك رقل المي هويني ديسي أسماء وأسود زيارة نيسا
إن جعفر قام بشرع يستير خلاص جعفر بقى صلاة وإيش جالس وين اللي قام هاي. فهي قد عجنت عجينها وغسلت بيتها ودهنتهم بنيها عندها ودهنتهم ألبستهم وهي راشين وايد جالس عجين كيدي وحيد أنا وين رفاقتي عيالكينا وأمارتي مركزي أصبقتي لأن الأنقرام بجرينا دروانا سنو يحرت لها بغد بأسوا صعدة. قالت أسماء إلى كبر اسمك. فلما أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسولك نويب رأيت غلالة من الحزن توش وجه الكريم وحائم قتلت يعني مرك نبي وجهي صدق وشي سان كم أغانجرين والغلالة اللغة العربية ومرارة رنتي ترسبارنتي موقع مرض اللي يشعر كلاعنا تكين أصدق مقعبا توش بمعنى تغطي لقاها يعني مرك بيت لا عايش أسماء إيه فصارت المخاوف في نفسي بقدمتي بأمسي بلتريتي غير أني لم أشأ أن أسأل عن جعفر مخافة أن أسمع منه ما أكره لكن ما جعل يسن بيتني أن النبي كورس جعفر مع كبقي وحان جعلني إلى يشير سؤال سنك اللي حاني بيت فحيا وقال نبيقونا سلامة فكاسو يحيري ائتيني بأولادي جعفر عيالتي كان فدعوتهم له عيالتي مامو يالبيت فهبوا نحو فرحين مزغردين مركز الخيال يساقوا صعرين إياه ومش حرابين وأخذوا يتزاحمون عليه وعياله وعيب الله النبي صلى الله عليه وسلم دوشي سئين يساء يسوق الضر الريان يسوق عليلين كل من يريد أن يساء تلقيد الله نفر الرباء من النبي كلي كله أكوبت عيالك فأكب عليه النبي مركز سوق الضر وجعل يشم يتشم يتشممهم عيناه تذرفان من الدم وعيب الله النبي صلى الله عليه وسلم قل له كذا وصدق يوضع مركة النبي صلى الله عليه وسلم يدي يسأل مركة إلي مين هي فقلت ويسهوي إذا مركة أسمع يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبي هو يدي مكو فرتاية ما يبكي حكى وهنا أبلغك عن جعفر وصاحبيه شيء منك جعفر ها إلى ردنين إلى لدري وربك أسوك قال نعم ها لقد استشهد هذا اليوم ما أنت شهيدين من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يدعو العرس. عند ذلك غاضت البسمة من وجوه الصغار لما سمعوا أمهم تبكي وتنشد هل كعبة مكة يرك فرح الله كي استهتي مكة أركين هو يضد وهو يصد برورا نيس وجمدوا في أماكنهم هل كانوا كذا قاعد كوري كأن على رؤوسهم الطير وحبب مودار شين بالأنو ملح كساري هاي يعني سي مكة هل كا وحين نقول عند فروزنا عند قاعد كده أما رسول الله رسول صلى الله عليه وسلم فمضى وهو يكفكف عبراته سو اللي انت اسكو عليني صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم اخفر اللهم اخلف جعفرا في ولدي اللهم اخلف جعفرا في ولدي الهي جعفر اولادي س وخير وقدم بيشيو ادمرك نوعا ما وكفى على قاده الى سبحانه وتعالى وسال ثم قال مكه صلى الله عليه وسلم اوراني بلغي لقد رايت جعفرا في الجنه جعفر بن جنرك كبير له جناحان مضرجان بالدماء يسأل الله قربوت وديكسا وقبان يا له وهو مصبوغ القوادم من الهرام الذي سجل كان مركا ديك مركا ميوضا ومركا تقارب النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب هذا الصحابي الجليل تاريخ سيدة ساهاي وانا رنتي مركا ليها اللي هو تاريخ رنتي كوبم طوانسا من وردن كيسي كم مغنا مركو صلى الله تكدبنا عينك المسلمين تمركي وكبيري أولاد فرب الله من رنتي هلك أو كجبتي هي إسلام كنتي لصو كيف حري إلا طبعا سنة لجوت حاجة يحبش ولا هيدروتي ما أنت ما في اللي هذا منك عاد رفيق الدرب وقال أنت وضع نورين ويا هيدرتي ولا هيدروتي ما تاريخ هذا الإنسان صادح مرتي أي ما أنت شهيد حمد ما كان مفهوم كتير قولي والبا مسلمين تبغوا شو قال هرنا ولا أدي يدي ما كان بنا حمد كي كلا كويمن لكن وحي هذا ضدها تنشر السنة إلى سبحانه وتعالى كهون حريص ورضي الله عنهم رضي وكي هاي إننا إلى سبحانه وتعالى ذا خير كاسي خير لم يدهل إلهي ما قدر بالله التوفيق.